الوغ السلام عليكم، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم جدي نسيمه، اخصائيه في تقويم النطق وتصحيح الكلام بمدينه مراكش. الوغ السر القانوني باش اننا ندخلوا الطفل ديالنا للمدرسه هو ابتداء من عامين ونص. علاش كنقولوا بالضبط عامين ونص؟ لان الاطفال ديالنا اغلبيتهم تيدخلوا في عامين ونص، على الاقل خاصهم يكونوا كيقولوا ما بين 25 حتى 50 كلمه. ملي كيكون الطفل ديالنا كيقول لنا كلمات مقادين، ما كيقولش لنا كلمات مخربقين، مخارج الحروف مقادين، يعني اونيفو ديال القاف ما كيقولش الكاف سين شين، ديك الساعات نقدروا نقولوا انا الطفل ديالنا نقدروا ندخلوه ليكول بلا حتى شي مشكل. ولكن ملي كيكون عندنا ان بروبليم ديال ان الطفل ديالنا ما تيهضرش، مازال متاخر في الهضره، مازال ما كيقولش لنا جمل في 3 سنين، باقي عنده مشاكل في مخارج الحروف، ضروري ما اننا خاصنا نزوروا الاخصائي عاد نشوفوا ليكول باش الطفل ديالنا ما يكونش عنده شي اضطرابات اخرين وما يقدروش انهم يسببوا ليه مشاكل في التمدرس ديالو. الوغ التلاتم عند الاطفال ديالنا او ما كنسميوه حنا بالتمتامه، اغلبيتنا كان يوم منه بسبب اش يقدر يكون بسبب خوف، بسبب خلعه، بسبب يعني داك الطفل كان مولف شي حد في العائله توفى او لا كان مولف شي حد في العائله وقع عليه شي مشكل، الوغ داك الطفل كيتخلع. هنا ملي كنوصلوا هاد لو بروبليم هذا يقدر الطفل انه تجيه التلعثم او لا تجيه التمتامه. التمتامه كتقدر تسبب لينا بزاف ديال المشاكل وكتقدر تاثر لينا على النفسيه ديال الطفل ديالنا بشكل اللي نقدروا نقولوا سلبي ماشي ايجابي. الا ما عالجناهاش كتقدر تطور ويقدر تمشي معنا حتى لاج ديال المراهقه وتقدر تمشي معنا حتى لاج ادولت. التلعثم عند الاطفال ديالنا باش كنقدروا اننا نعرفوه، ومنين الطفل ديالك نقدروا نقولوا كيعاود لينا الكلمه جوج الخطرات ثلاثه الخطرات، كيتبلوكا لينا في الحرف، كتوح ليه الهضره، نقدروا نقولوا ان هذاك الطفل ما تيقدرش يقول لنا كلمات مقادين، كيبدا تقريبا في الجمله كيبدا كيتلعثم فيها، كيقولها وكيوصل لوسط ديال الجمله كيبدا كيتلعثم، كتبقى الهضره كتبلوكا او ما كيقولوا الامهات كتوح ليه الهضره. هنا تنقدروا نقولوا راه الطفل ديالنا راه عنده ان بروبليم، لازم عليه يشوف الاخصائي ديال تقويم النطق وتصحيح الكلام في اقرب وقت ممكن باش لو بروبليم ما يتزادش وما ياثرش عليه نفسه. الوغ مرض التوحد ما تنقدروش نشخصو حنا كاخصائيين بوحدنا، ولكن مرض التوحد كيكون واحد ليكيب بلوغي ديسيبلينير، سافو دير اون ايكيب اللي فيها بزاف ديال الاخصائيين، منهم اخصائي حركي نفسي ومنهم اخصائي نفسي ومنهم اخصائي تاع تقويم النطق وتصحيح الكلام. هاد الاخصائيين هادو كاملين كنحاولوا ان الطفل ديالنا يدوز من عند هاد الاخصائيين كاملين باش يقدروا يشخصوا لينا ان الطفل ديالنا عنده مرض التوحد. ولكن انا غنقدر نعطيكم بعض لي سين اللي كيبينوا بلي الطفل ديالك راه يقدر يكون عنده هاد الاضطراب. هذا الاضطراب تاع مرض التوحد يقدر يكون عندنا ان الطفل ما كيكومونيكيش معاك، ما كيهضرش معاك، ما كيتواصلش معاك بصريا، فاش كتكوني كتهضري معاه كيدور وجهه كيزيد، ما كيحاولش داك الطفل يعني حاجه مثلا كتبكي ولا حاجه ما كيلفتش لك كاع الانتباه، يسون فو كاريمون. هذاك الطفل عنده حساسيه من الاصوات، التلفازه، الاغاني، كيبقى يشد في ودنيه بزاف، كيبقى يغوت، كيبقى يبكي، كتلقاه كيضحك على شي حاجه اللي هي ما كايناش، كيبكي غير بوحدو، عنده حساسيه من الاصوات، حساسيه حتى في الاكل ديالو، كدير ليه اي حاجه كلاها تقدر دير ليه الجاغي، ما كيندمجش مع الوليدات، كيقدر يكون كيضرب، كيقدر بعض الخطرات يكون كيزف، يعني كيكون عنده واحد لو تروبل دو كومبورتمون اللي ما كيقدرش ان هذاك لونفون يندمج مع دوك لي مع اون فيت لي زونفون اللي هما معاه. هادو بروبليم هذا تنقدروا نقولوا بلي راه الطفل ديالنا يقدر يكون عنده اون فيت توحد او ما يسمى بطيف التوحد. الوغ العصبيه عند الاطفال ديالنا كتكون بزاف، وهذا السؤال هذا تقريبا ولينا الاغلبيه ديال الامهات كيسولوا عليه لانهم اغلبيتهم ما بقاوش عارفين كيفاش يقدروا يديروا مع الاطفال ديالهم. العصبيه ديال الاطفال ديالنا كتكون بسبب نقدروا نقولوا اول حاجه اولياء الامور، هادي اللي كنسطر عليها. لي بارون كيقدروا يكونوا كيتعصبوا مع وليداتهم، سكيفي ملي كيبداو كيتعصبوا كيبداو لي بارون كينقلوا منهم، كينقلوا الوليدات من ديك العصبيه ديالهم، كيبداو حتى هما كيتعصبوا، سي نورمال. ثاني حاجه ملي كيكون الطفل ما كيهضرش، بعد الخطرات كيكون الطفل ما كيهضرش كنقولوا راه بتات الطفل ديالنا كيتعصب غير هكاك، وهو راه ما كيهضرش ما لاقيش كيفاش يدير يتواصل معاك انت كأم او لا انت كأب باش انه يقدر يهضر ويقول لك اشنو كاين. هنا كيوقع لينا هذا لو بروبليم هذا، نقدروا نقولوا ان الطفل ديالنا ما عندوش كلمات، ما عندوش جمل، ما قادرش يتواصل معاك، سي بوغ سا كيتعصب. دونك لازم علينا نديروا واحد لو بيلون عند الاخصائي تاع تقويم النطق، نشوفوا شنو هو بالضبط المشكل اللي يقدر يكون عند الطفل ديالنا، وسيغمون تيكون راجع لينا الان بروبليم ديال الهضره ما كايناش، سي بوغ سا الطفل ديالنا كيتعصب كيغوت، ولا لي بارون كياخذوا معاه ثاني الضد، لا ما ديرش هادي لا ما ديرش حدا، دونك الطفل سي نورمال غيبدا يتعصب ويبدا يغوت. تابليت وتليفون، انا اول حاجه اللي كنبغي نقولها سي ابارتيغ دو 3 زون، ابتداء من 3 سنوات، قل من 3 سنوات
سنوات ما غادي يستفد منها الطفل ديالك والو، من غير ما انك تقولي لي غتلقي ليه يتفرج في الالوان، غادي يتفرج في الحروف، غيحفظ ليا الحروف، غيحفظ ليا الاغاني. هادشي كله ما عندناش ما نديرو به. علاش؟ لان الطفل ديالنا ملي كيهز الطابليت وهو عنده قل من 3 سنوات، هذيك لا بيريود ديال قل من 3 سنوات الطفل ديالنا لازم عليه انه يضبط كلمات، لازم عليه انه يجمع كلمات، وانه يعيش في هذاك لونفيرون، ولا نقولوا داك لونطوغاج اللي هو عايش فيه. يعني داك الطفل خصو يكون عنده واحد لو باجاج ليكسيكال. ملي هذاك الطفل ما كيجمعش دوك الكلمات ابارتيغ دو ان اون لا مامو عاطيه التليفون، ابارتيغ دو 2 اون لا مامو عاطيه الطابليت، بس نورمال هذاك الطفل ما غاديش يقدر انه يجمع كلمات، ما غيقدرش انه يندمج مع لي زونفون، ما غيقدرش انه يهضر. هادشي كيأثر علينا. دونك ابتداء من 3 سنوات نقدروا اننا نحطوا الطابليت ونحطوا التليفون للاطفال ديالنا، ولكن نقدروا نحطهم ابتداء من 3 سنوات نقدروا نقولوا 30 دقيقه ما نفوتوهاش. الا فتنا 30 دقيقه فهي مضره للطفل ديالنا، واصلا 30 دقيقه خاصها تكون شويه مفرقه، يعني مره يتفرج في الطابليت، مره نعيط ليه، مره اجي عطيني، مره اجي جيب ليا، باش الطفل ديالنا يتشتت هذاك الانتباه، ما يبقاش كونسونطري سوغ طابليت اي تيليفون. الوغ صراحه انا ما غاديش نلوم لي بارون، هادي اول حاجه ما نلوموش بزاف ثاني لي بارون، ونقدر نقول ثاني غنلومهم. علاش؟ لانهم كيخرجوا وليداتهم للخارج، ما كيبقاوش في الدار. الوغ ملي كنهز انا الطفل ديالي وكنخرجو خارج الدار، ممكن ان الطفل ديالي يجمع كلمات، يقدر يجمع اي كلمه غيسمعها عند الحانوت، غيسمعها عند واحد دايز، يقدر يجمعها يعقل عليها. لي زونفون في هذاك لاج ما بين تقريبا عامين حتى لخمس سنين كيجمعوا كلمات، اي حاجه قلتيها غيجمعها، واخا ما يكونش فاهمها غيجمعها. دونك سي نورمال فاش غادي يمشي ليكول يقدر يقول هذيك الكلمه واخا هو ما فهمهاش. دونك هنا تنلومو شنو كنقولو، كنقولو راه يقدر هاد لونفون هذا جايبها من ليكول، او لا يقدر هاد لونفون هذا جايبها من الدار. وثاني حاجه كاينين اولياء الامور اللي كيكون شي جار ما بين لي بارون، ما بين لا مامون، ما بين لو بابا. دونك ملي كيكون دوك الشجرات ما بين لا مامون اي لو بابا، وكاينه العائله والناس مجموعين، ولا كاع من غير لا مامون والبابا الا كانوا الناس ساكنين فوالا مع لي بارون، كتولي شنو لي بارون كيدابزو، لي زونفون كيتصنتو لديك الهضره، يقدروا يشوفوا الضرب، يقدروا يشوفوا الشتم، يقدروا يشوفوا بزاف ديال الحوايج. هاد لو بروبليم كيأثر على نفسيه طفلنا اول حاجه، كيأثر على الطفل ديالنا، يقدر ما يبقيش يبغي، ما يبغيش باقي يبقى ينعس ليهم، كيبدا يشوف دي كوشمار بالليل، فاش كيمشي ليكول كيبدا يقول دوك الكلمات، كيولي يضرب. داكشي اللي كيشوف لي بارون كينقلو حنا صوره للوليدات ديالنا، يعني الوليدات ديالنا داكشي اللي حنا كنديروه كينقلوه منا، يا كان زوين يا كان خايب. بغيتي تربي وليدك تربيه حسنه، انت الاولى خاصك تربي راسك. اما الا كنتي لونفون ديالك تيغوت، لونفون ديالك تيضرب، لونفون ديالك تيسب وكيشتم، راه سي نورمال، راه منك نقل من هذا الشيء. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.